مصطفى، كيف تبدو الصورة هذا الصباح؟ نعم، هنا طبعا حتى هذه اللحظة في عموم محافظات العراقية هنالك تظاهرات مستمرة من قبل أعداد كبيرة من المحتجين الذين يطالبون بتحقيق مطالبهم التي كانوا قد نادوا بها منذ الأول من أكتوبر وحتى هذه اللحظة في مختلف هذه المدن، وكذلك في العاصمة العراقية بغداد التي حتى هذه اللحظة تشهد ساحة التحرير فيها إقبال كبير من قبل المتظاهرين الذين حتى هذه اللحظة لا يرون أن هنالك جدية من قبل الحكومة العراقية أو البرلمان العراقي أو حتى رئاسة الجمهورية في تنفيذ مطالبهم أو على الأقل في تنفيذ المطالب المرحلية بتقديم شخصية مستقلة لكي تسد فراغ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. الناصرية عادت مرة أخرى لتكون ساحة للأحداث في العراق، خصوصا مع قيام مسلحين مجهولين بقيام مسلحون مجهولون باغتيال ناشط مدني في تلك المحافظة وهو علي محمد مقطوف، ما أدى إلى ربما خلق موجة جديدة من الغضب أدت إلى حرق مقار للأحزاب، منها مقر منظمة بدر وحزب الدعوة في العراق، وكذلك حرق مقر فوج المهمات الخاصة في تلك المحافظة، وكذلك حرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ذي قار. المتظاهرون في محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية أكدوا بأن هذه الإجراءات وهذه العمليات التي شهدتها المحافظة تأتي بسبب تجاهل السلطات المحلية في هذه المحافظة وكذلك الحكومة المركزية لمطالب أهالي هذه المدينة بتقديم الجنات الذين قاموا بقتل العشرات في المحافظة قبل شهر من الآن وعدم تقديم حلول حقيقية ترضي الشارع. طيب مصطفى، هذا ميدانيا، ولكن سياسيا كيف تبدو ردود الفعل حتى الآن حول دعوة السيستاني لإجراء انتخابات مبكرة في ظل أيضا دعوة برهم صالح القضاء أو المحكمة الاتحادية إلى الإعلان عن ربما الكتلة الأكبر لتسمية رئيس الوزراء المقبل؟ يعني خطبة المرجعية منى وضعت ضغطا جديدا على الطبقة الحاكمة، الطبقة السياسية الحاكمة في العراق وعلى الرئاسات الثلاث، ودفعت بمزيد من الزخم للمتظاهرين، خصوصا وانها قد ذكرت بان الشعب هو مصدر السلطات، وايضا هنالك محاولة من قبل الكتل السياسية للمماطلة كما ذكرت المرجعية، وهو امر ايضا يستشعره المتظاهرون، خصوصا مع بقاء منصب رئيس الوزراء حتى هذه اللحظة شاغرا مع تقديم العشرات من الاسماء لشغل هذا المنصب، جميع هذه الاسماء لم تكن مستقلة وبالتالي رفضها الشارع العراقي، وبالتأكيد الآن العملية السياسية العراقية قد خرجت من الإطار الدستوري لاختيار رئيس وزراء وفقا للمادة 76 خامسا التي تخول رئيس الجمهورية اختيار رئيس وزراء وعدم العودة لمعرفة الكتل الأكبر، وهو أيضا ما يراه المتظاهرون بأنه نوع من محاولة كسب الوقت من قبل الكتل السياسية بمحاولة معرفة الكتل الأكبر والتي تستثنى من هذه الحالة عند إقالة أو سحب الثقة من الحكومة العراقية. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل غد مصطفى القطان.